الأهلي يهدر نقطتين ثمينتين في صراع القمة وتعادل مع الإسماعيلي 1-1. أحرز للأهلي محمد شريف وتعادل الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف. كابتن شريف، نقطتين غاليتين فقدناهم النهارده. اه طبعا احنا في سباق المباريات، يعني ممنوع كنا ان احنا نتعادل في ماتش زي ده كمان. يعني انت ليك الاسبقيه لو تجيب الهدف اللي احنا جبناه الاولاني بشكل التحرك وشكل السرعات اللي موجوده، عشان كده كلنا طالبنا ان احنا نغطي الهدف ده باي شكل، لان ايهاب جلال هو وفرقته ما عندهمش حاجه يبكوا عليها، ان هم بيلعبوا زي ما قلت لك لعب مفتوح، بيهاجم بيحاول يحرز اهداف. كان ليه الحظ من كوره عرضيه بنفس الشكل، يعني لسه انا كنت بسالك على ماتش البنك الاهلي، نفس الكوره بنفس من الوينج بتتلعب، بيطلع راجل لوحده في وسط اتنين محدش بيطلع معاه خالص، رؤيه مش واضحه بالنسبه للديفنس عندنا، وبيلعبها بدماغه برده بالقوه دي، اي حارس مرمى ما يقدرش يعمل معاه حاجه الحقيقه. والكرة عندتك كمان في كام كرة حقيقة، كرتين ثلاثة بعد ما جه فينا الهدف، واضح ان التعادل كان مصير المباراة. ده موجود في، مفيش فرقة بتكسب على طول، ومفيش فرقة ما بتتعرضش للتعادل، ومفيش فرقة بتبقى نازلة المباراة ايمن ضمن المكسب او ضامنين الثلاث نقاط، الا باللعيبه، بالجري، بالتفكير، بالتركيز، بفنون اللعبه نفسها. يعني اول تايم انت شايف اكرم بيخش جوه بيتوغل وبيشوط، معناه ايه؟ اللعيب اللي بيعدي من واحد اثنين وثلاثه ده بيضرب خطوط، بيضرب لعيبه، يقدر يلعب كره بالعرض، يقدر الزياده العدديه اللي جوه ال 18، الحاجات دي كلها هي اللي بتديك الافضليه والاسبقيه في الملعب، هي اللي بتديك الهدف الاول والهدف الثاني واستغلال الفرص. يعني كره زي دي الاستلام بتاعها يعني تحت ضغط، خدت بالك؟ ممكن وهي جايه يروح لعبها على طول او موقفها مديها لحد جاي ورايا. التركيز في التعامل مع اللعبه النهارده مش كان مفقود، انما تحس كده ان احنا بعد ما جبنا الجون حاسين ان احنا هنجيب في اي وقت جون تاني ونغطي والاسبقيه تكون لينا. في حاجات في الكوره احنا عارفينها كلنا، الارهاق والحاله البدنيه اللي بتبقى مرتفعه في وقت من الاوقات، والحاله بتاعتك البدنيه لما بتنزل بيبقى في عمق. انا شايف النهارده عمق بين نص ملعبك بعد ما دخل فينا الجون والدفاع بتاعك، لدرجه ان اي كونتر اتاك عندنا بيشكل خطوره كبيره جدا، مش زي الشوط الاولاني كانت خطوطنا كلها قريبه، عشان كده كان لينا الاسبقيه وكان لينا الشكل الافضل في الملعب. مفيش حاجه، ما حصلش حاجه يعني النتيجه تعادل المباراه، بس هو شكل الصراع على القمه اتغير في نفس الشكل. الاسبقيه كانت ليك انت، لو انت كنت كسبت توفقت في كوره صلاح محسن الاخرانيه دي كنت هتبقى 2-1 مثلا وتكسب وتاخد ثلاث نقاط عادي جدا، مباراه عاديه جدا زي المنافس بتاعك امبارح ما توفق في كوره زي دي يعني. فمش عايز الناس تقلق اكتر من انها تركز، احنا عايزين نركز برضو في المباريات الجايه، لان كل مباراه بتتلعب هنا او بتتلعب هنا بيبقى لها ظروف وبيبقى لها وده المثير والجميل في الدوري العام السنه دي يعني. فانا بتمنى التوفيق يبقى للعيبه والتركيز للجهاز الفني وللعيبه المباريات الجايه كلها باذن الله.